إدلس يبض لعفر بتصحيح بساون زور مرزوق حبيان يتوسنن سيس من مرزوق دبزة مرزوق إلى ليون يرين المدن الكاتب ياسين ويتسكا دي ثرباث دبزة إدي توس في الدنس واس 1979 دي لوان غين لن يمون توزمان ثلالين ويد كان دي قرن نعم وفرارن دوذ مون يومنان ذاكن ثوغذوذ ذاز كان الزيارية واحد من مرزوق حميان نا مرزوق دبزة أكن السوال نيم دوكالي سيختار أفريدو منوخ أمن وغاسرتين أمن وغادلسان أمن وغاف توكدوث مرزوق غاسو لما ويلا رادق مزورا دي سنو الفان ثرباثن دبزة اسكو سنة 1979 ثرباثي قلان ثطفار غارتي دوك لاثا دلسان تي خدامن دي سفدو ميرو كاتب ياسين أشو كان اسمي سي شود غاري اسمن دبزة تكتيوين كاتب ياسين في الحياة الثقافية وخاصة في حركة المسرح الملتزم المسرح الذي يريد أن ينقل هموم الفئات العريضة لأنها مجزوك يعني كان في نفس الوقت مارس الصحافة برغم أنه بدأ حياته متواضعا كان يعني نازل في القهوة ثم تحول إلى الصحفي المتعاون مع جريدة لانوغا ريبوبليك وأيضا مع جريدة أرجي نيوز. مرزوق يدان ويكمل مشوار ترباث دوغ من نوغي صغاف دوغ دوث ثمازيغ تتعرف ثنا الزاير اما كان يقوف الاستيكتين ذي ذمار نطلع مفغان اتسفور نيرفرا من غاف الزاير اسكو سنة 90 من مسلاي غاف مرزوق السادي الغيافيس ذا مسلاي غاف تكتي وينيس ذا مسلاي غاف من نوغيس ذا مسلاي غاف تيريسي الزاير غاسما سوذ من نظام ذا مسلاي غاف الدبزة ذي مدوكال النجمة سيكون فون ذي ثلويث مرزوق امدوك النجمة مازال الان وثيكتين دبزة اتيدير الفتا